كرة السلة معدل اللي الحضانة يمضون إلى الحضانة المشتركة. راحت لمجموعة منظمات مجتمع مدني والتقى بهم ونشرهم بموقع الرسمي وأعد كتاب إلى مجلس النواب العراقي. إيش يطلب من عنده؟ يطلب من عندهم عدم المضي بالتعديل. أنت ليش تكيل بمكيالين؟ انت شنو علاقه شنو علاقه شنو رئيس الجمهوريه بعدم التعديل؟ شنو لا مو لانه يعني هو خضع لتاثير المنظمات المجتمع المدني هذا واحد او انه هو يحمل نفس راي منظمات المجتمع المدني. ولهذا اقول مرته لها علاقه بالموضوع لان شوف اي طبعا زوجته لها علاقه بالموضوع صديقاتها الناشطات والكذا لها هي قاعد تقود هذا العلاقه هي تقود هذا الحراك. هسه انا ما عندي فكره دقيقه انه هي تقود بس هي متعاطفه يعني انا اللي اشوفها هي متعاطفه ومتضامنه.